اهلا بيكم النهارده يوم متفرد، النهارده حوار مختلف شويه. النهارده هنتكلم على العلاج بالاكسجين المضغوط او النشط او الاوزون الطبي كما يعرف وده موضوعات الان اصبحت لها تواجد كبير جدا في الاستخدامات او في العالم الطبي بس انا معلوماتي عن الاوزون الطبي معلومات سطحيه للغايه فانا هفهم زيكم هستوعب اللي بيحصل او بيعمله الاوزون الطبي ايه وهفهم اكتر المستقبل فيه ايه والحاضر فيه إيه؟ لأنه لان هو جروينج ماتر يعني جروينج اسبكت مهم جدا في او او سيكتور في الطب جروينج بشكل كبير النهارده كمان السعاده ان احنا واحنا بنتكلم ضيفي هو زميل وصديق عزيز مميز للغايه ودفعتي فده جميل جدا جدا احنا نسمع الحوار عن الاذون من دكتور مميز في الطب البشري لان انا مهم قوي ان انا يكون اللي بيتعامل مع هذا الاسبكت او هذا البرانش يكون دكتور بشري لازم فالنهارده كمان هو اسمه متميز للغايه وهفهم ادواره في الامراض المزعجه في, الأوع... في الاوعيه الدمويه لانه في امراض كتيره مزعجه في الاوعيه الدمويه زي مثلا قدم السكري وزي يهمني انا قوي ان انا عايز افهم الاوعيه الدمويه المصابه في السكر كيف نتعامل معها بمثل هذه التقنيات افهم كمان أثر وتصلب شرايين و الى في الرينو ديزيز المرض المزعج في الاوعيه الدمويه الاوعيه الدمويه المرتبطه بالتدخين يعني في مرض برجر وده مرض مزعج للغايه في الاوعيه وكتير هنتكلم النهارده في, في نواحي عديده ونفهم ازاي ده فعلا يكون شيء بروميسينج او ممكن حد يشتغل في هذه البرانش او هيشتغل مع هذه البرانش يكون مش دكتور فيكون مش فاهم هو بيعمل ايه هنفهم التفاصيل النهارده الحقيقه انا سعيد جدا النهارده ضيف العزيز الصديق والزميل العزيز والاسم المتميز للغايه الاستاذ الدكتور نادر المصري استشاري العلاج بالأوبي الاكسجين النشط وعضو الاتحاد العالمي والتحدي الالماني للاوزون وعضو الجمعيه المصريه للعلاج بالاوزون الصديق والزميل عشرة 30 سنه اهلا بك يا دكتور اهلا بك دكتور ايمن وحشني والله الله. وحضرتك كمان يعني دفعه واحده ب يعني ولكن انت بقى جواله ما شاء الله يعني لفيت كتير أه الحمد لله <applause> بس رجعت تاني طبعا برضه, <applause> برضه انت موجود في منور مصر ربنا يبارك فيك انا عايز الاول تقول لي ايه هو الاكسجين النشط انا انا بصراحه معلوماتي عن العلاج بالاوزون والاكسجين <applause> معلومات <applause> سطحيه للغايه فانا بالراحه عليها <applause> عشان انا كمان طيب الاوزون او الاكسجين النشط هو عباره عن اكسجين فائق النشاط <applause> زي ما استاذنا الكبير الدكتور احمد تيمور كان دايما بيحب يقول الكلمه دي <applause> اكسجين فائق النشاط بمعنى ان هو اسري ثلاث ذرات اكسجين احنا الاكسجين العادي بتاعنا ذرتين الاوزون ثلاث ذرات موجود طبعا في الطبيعه في طبقات الجو العليا اللي هو على ارتفاع 30000 كيلو من سطح البحر في منطقه الاوزونوسفير بيتم تكوين الاوزون عن طريق ان البرق اللي موجود او الاشعه فوق البنفسجيه بتكسر الرابط القوي ما بين الذرتين وتحمل ذره زر على ذرتين فيبقى ثلاث ذرات لما يكون الاوزون بيبقى هيفي تقيل فبيبدا ينزل في طبقات الجو الدنيا يتحد مع الهيدروكربونات يتحول ثاني اكسيد الكربون وميه ثاني اكسيد الكربون بياخده النبات يعمل التمثيل الضوئي يعمل الاكسجين فالاكسجين خفيف يطلع ثاني ودي دوره اسمها الدوره الأوكسي اوزونيه دي ربنا سبحانه وتعالى خلقها طبيا احنا في جنريتور بياخد الاكسجين ويعمل نفس الفكره دي بفرق جهد كهرباء فيحمل ذره على ذرتين فيبقى الاوزون او الاكسجين النشط فيطلع جهاز بعني. يعني بيقول بهذا الكلام اللي بيحصل في الطبيعه اللي بيحصل في الطبيعه ولكن الاوزون الطبي هو اقصى حاجه بيطلعه الجهاز هو من 0.5 ل 5 ل5. والباقي بيكون فهم... اكسجين لا فهمني الحته دي 0.5 يعني فهمني. اللي احنا بنديه من الاكسجين النشط او الاوزون بيكون عباره عن اوزون خليط من الاوزون والاكسجين أوكي. بنسبه من 0.5 ل 5 اوزون والباقي اكسجين أوكي. يعني لو اديت ب 0.5 هيكون 99.5 هيكون اكسجين تمام. لو اديت 5 هيكون 95 اكسجين ميكس يعني مزيج ما بين الاكسجين والاوزون والاوزون هو نوع من الاكسجين ولكن حدث في تكسيف بس تكسيف فبقى ثلاث ذرات بدل الذرتين اللي موجودين مفهوم والثلاث ذرات دول هما اللي بيبداوا بقى يبداوا يعملوا الشغل لما بيخش الجسم اصلا ف فمثلا لما بيخش الجسم هو بيشتغل على اكتر من حاجه في نفس الوقت منها مثلا ان هو بيخلي لزوجه الدم قليله انه بيزود الافينيتي لكرات الدم الحمراء عشان تشيل اكسجين اكتر مم. لا بالراحه بقى العربي الكلام ده انا فاهمه كويس بس لازم بيزود انه ن... قدره كرات الدم الحمراء آه. انها تشيل اكسجين اكتر ان الهيموجلوبين يكون متشوق للاكسجين يشيل اكسجين اكتر بالظبط كده مفهوم تاني حاجه انه بيحسن الفلكسبيلتي او مرونه كرات الدم الحمراء انها توصل لاماكن ما كانتش بتقدر توصل لها قبل كده عظيم احنا عندنا معظم الامراض بتاعتنا دايما اللي بتبقى بنتيجه الجلطات ان الجلطه بتحصل ان الشريان الناعم جدا اللي ربنا خلقه لنا واللي فيه بينقبض وينبسط حسب ضغط الدم اللي موجود نتيجه العضلات اللي موجوده بيحصل فيه تصلب من اسمه إنه بيبقى ناشف ويبدا يكون عليه صفائح دمويه او حاجات دهون او كده فيبدا يضيق بدا يضيق يعني معناه ان كميه الدم والاكسجين ما بتوصلش للعضو آه. وبالتالي ما بيدينيش احسن كفاءه اللي بتشتغل عليه الاوزون او الاكسجين النشط من احسن الحاجات اللي بيدوب الكوليسترول والدهون والدهون اللي اتكونت على الاعضاء الداخليه مم. فبيوسع لي الشريان طالما وسع الشريان مره تانية يعني انا اخليك كميه دم واكسجين توصل تاني مم. فمثلا امراض كتيره من من الحاجات اللي بتحصل سيام بقى يعني انا كنت دكتور قلب دايما فاحنا آه. بيجي لنا المريض بنخش نعمل توسيع بالونة او دعامه ده تخصصك انت كاردولوجي انت انت استشاري قلب يعني بتشتغل في الاوعيه الدمويه القلبيه الشرايين التاجيه اللي هي اكتر حاجه بيحصل فيها بالظبط تصلب بيحصل فيها تصل فكان مثلا كان معايا رئيس الاسم كان كندي فكان لما ارى رساله الدكتوراه والماجستير اتعملت في مصر وخارج مصر كمان فقال لي طب ما احنا نحط دعامه حتى لو دعامه ذكيه ليها مضاعفات انها ستينوزس او سترومبوزس هي تتقفل يا تضيق انما لما الاوزون او الاكسجين الطبي بيوسع الشرايين بالطريقه دي طب ما احنا لو اديناه بدري هنعمل كوقايه ان مش هيحصل مش هيوصل ده ومش هنحصل ليه فده سريعا كده ايه هو الاوزون او الاكسجين الطبي ان هو ثلاث ذرات اكسجين بيخش الجسم ويبدا يشتغل على اكتر من من حاجه أه هنتكلم عليها بالتفصيل هنتكلم عليها بالتفصيل طيب انا عايز اعرف اهميه الاكسجين النشط او الاوزون في حياتنا لان انا لفت نظري حاجتين لما دايما واحنا بنجهز الحلقه بتاعتك فكرت في حاجه ما اعرفش كانت صح ولا غلط انه مثلا العدائين الكينيين هم اقوى عدائين في العالم نتيجه ان هم عايشين قريبين من طبقه الاوزون قريبين في على, على ارتفاع سطح. بحر معين فلاقوا انه طبيعه جسمهم في قدرات خاصه خلتهم ابطال العالم لفترات طويله جدا او هو دايما ابطال العالم من كينيا في المسافات في الماراثون الطويل جسمهم بيقدر كده اللي بيركبوا درجات بيستخدموا الاوزون الطبي يعني في ابطال العالم المانيا بالظبط كده في كانوا الطبيعي. في فتره كانوا مكتسحين الالعاب الاولمبيه اه الاوزون او الاكسجين الطبي هو تم اكتشافه في 1870 اوكي اول مره يستخدموه كان في في الحرب العالميه الاولى كان في عالم اسمه ليندر هو اكتشف ان في الجروح اصلا كان بي الجروح بتاعت الجنود نفسها ما بيغسلوها بمية النهر او بمية المطر فلقى اللي بمية المطر دي بيحس يحصل فيها هيلينج التئام للجرح اسرع م. فما بدا يدور فيه ايه؟ فلقى ان المطر بيبقى محمل بالأذن وهو نازل م. وعشان كده الرسول عليه الصلاه والسلام قال لنا لما يجي مطر يبقى خليه يصيب جزء مننا احنا طبعا مش مش فاهمين ليه؟ آه. فهو كان المطر بيبقى فعلا شايل جزء من الأذن اللي موجود فلقى ان الجروح بيتم التئامها اسرع لما بيكون بالاوزون اللي موجود في المانيا طبعا لما بيدوا لكل الرياضيين وفي على فكره رساله ماجستير اتعملت عندنا هنا في مصر عن الرياضيين والاوزون الاوزون من احسن الحاجات اللي بيسحب اللاكتيك أسد من العضله بسرعه فالرياضي ممكن يلعب ماتش النهارده وبعدها دي رساله الماجستير اللي اتعملت ممكن يلعب ماتش تاني يوم على طول لان هو بنسحب اللاكتيك أسد اللي هو بدل ما بنعمل بقى نسحبه في ثلاث ايام مثلا بالاستشفى اللي موجود لما بندي اوزون لاقوم بيسحب بالطريقه ففعلا زي ما حضرتك بتقول كده ان العدائين والناس دي كلها اللي بيبقى عندهم الاوزون اكتر بيستفادوا اكتر مم. كمان الاوزون في المناطق اللي فيها زراعه اكتر بيكون الاوزون فيها عالي مم. والناس اللي موجودين على على البحر بيكون اكتر من المدن الداخليه اللي فيها تلوث اكتر عشان كده ينصح دايما بشهر العسل في قريب من مناطق ساحليه اه, ب... آه بالظبط ده بجد بالزبط. اه والله يقول لك روح قضي شهر العسل قريب من بحر عشان تستفيد من الاوزون بالظبط يعني دي, دي فعلا دي فعلا حقيقه فعلا من م. ضمن الحاجات اللي موجوده طيب ارجع لسؤال حضرتك هو الاوزون ايه اهميته في حياتنا حاجتين في الطبيعه زي ما قلت لحضرتك ان هو في طبقات الجو العليا بيحمينا من بعض الاشعه الضاره من الشمس م. في في طبقات الجو الدنيا لما يتحد مع الهيدروكربونات وهو نازل بيقتل البكتيريا والطفيليات والفطريات ويثبط الفيروسات اللي آه. موجوده أوكي. في فيبدا يشتغل عليها كده فمن حته الجزئيه دي بدانا نعمل يعني انا انا ولله الحمد كنت مشارك في اكتر من بيبر على علاج التهاب الكبد الوبائي سي بالاوزون فكانت النتائج بتاعتنا ان البي سي ار عندنا بيبقى نيجاتيف بيختفي خالص م. فهو مثبط للفيروسات وفي نفس الوقت قاتل للبكتيريا والطفيليات والفطريات بيوسع الشرايين لما يوسع الشرايين بتاعه الدم يعني انا بودي كميه دم اكتر ديليفري كميه اكسجين ديليفري للخليه فتديني احسن اداء وظيفي احنا كلنا محتاجين ان احنا ناخد اكسجين لان الاكسجين بدا يقل في, في في الجو في الجو, الجو عموما فلما انا اوصل اكسجين بكميه اكبر للخليه هتديني احسن اداء وظيفي حاجه تانية كمان الاوزون من احسن الحاجات اللي بتفرز هرمونات في جسمنا موجوده زي السيروتونين والدوبامين والاندروفين اه بتاع السعاده اه هرمونات السعاده اه انا يعني ما هو ده الكلام اللي بيحصل في الحياه لما انا اروح مثلا في حته فيها بحر وهاديه وما فيهاش تلوث بلاقي نفسي سعيد جدا بالظبط ممكن اروح في نفس مكان ده بس فيه تلوث ما هو في حته دلوقتي في البحر باظت بتحط مطاعم وبتاع مش عارف الكلام ده كله ما تحسش بالسعاده بالظبط كده آه. فده من ضمن الحاجات برضو اللي الأكسجين النشط او الاوزون بيعملها ان هرمونات السعاده بتخلي المود بتاعنا احسن بتخلي النوم بتاعنا احسن ففي بعض الامراض بتبقى فعلا المريض بعد ما بيجي يقول انا ما بنامش بالليل خالص زي السكر ومضاعفات السكر لا بيجي يقول لي بقى لا انا بنام نوم عميق انا بقيت احسن كتير من الاول الاطفال حتى كمان بالنسبه للاطفال الصغيرين يعني عندي مثلا بعض الاطفال مشكلتهم بس في الدراسه ان في مشاكل في الدراسه شويه م. لما بندي الاوزون او الاكسجين النشط بتيجي الام مثلا بعدها تقول لي المدرسين بيقولوا ده شخص تاني ده طفل تاني غير الطفل اللي كان موجود تحسن قوي برضو لان كميه الاكسجين اللي رايحه بقت اكتر م. وبالتالي بدات يديني احسن اداء وظيفي في كل في كل الاعضاء بتاعتنا هو اللي انا ملاحظه قوي او اللي انا بلاحظه قوي انا يعني واحد مثلا صديق او انا الواحد قاعد في حته زحمه عايش في التلوث بتاعنا لا رحنا طلعنا رحله رحنا مكان هادي او انا رحت مكان هادي الصور وشكل البشره والوش بيختلف بالظبط بيختلف وكل ما اقعد اكتر كل ما يختلف اكتر احنا الاوزون او الاكسجين الطبي غير ان هو بيتكون زي ما اتفقنا كده في طبقات الجو العليا بيتكون كمان من الستورم او من العواصف اللي بتبقى على السواحل فالريحه اللي كنا بنشمها البحر بنقول عليها يود زمان لا هي دي نفس ريحه الاوزون فعشان كده الناس اللي بيعيشوا في السواحل على سواحل البحر بيكون صحتهم حتى كمان احسن من اللي بيكونوا عايشين في المدن الداخليه او في اللي فيها ده الناس اللي عايشين دايما يعني في الصعيد بالذات قالوا لي كلمه ناس كبار في السن كده قالوا يا دكتور احنا كان زمان ما بيجي حد عنده جرح او او حرق كنا بنروح ناخد الندى اللي موجود على النبات نحطه على الجرح ده فكان بيتحسن الجرح فقلت لهم عشان الندى ده بيبقى نازل فيه اوزون لما الشمس بتطلع هي بتكسر الاوزون ترجع اكسجين ثاني فلما هم بيعملوا ده فعلا بيعمل كده التئام فبيعمل التئام للجروح والحروق هايل جدا جدا جدا. طيب. قبل ما نروح برضه عايز اقول معلومه مهمه في بلدين في العالم في منطقتين في العالم في خمش ما فيهمش ضغط مفيش مرضى الضغط فيهم. اليونانيين اليونان وبتوع هواي فسروها بانه جينات اليونان ما فيهاش جين الضغط وبتوع هواي بياكلوا موز انا في رايي ان عشان الاتنين عندهم طبقات اوزون عاليه جدا عاليه جدا آه. بالظبط كده بالزبط. يعني نسبه الاكسجين والسواحل سواء السواحل في اليونان او السواحل في هاواي قوي وهم ناس عايشين قريبين من البحر قوي ف ومفيش ستريس بقى عندهم مفيش. هناك والاوزون عامل لهم هرمونات سعاده كتيره يعني. سعادة على طول اه بالظبط بالظبط المود آه. بتاعهم كويس عشان كده هواي دول سعداء على طول اه بالظبط كده قول لي التقنيه المستخدمه بقى التقنيه المستخدمه في العلاج بالاكسجين النشط في اكتر من حاجه بنقدر ندي بيها اهم حاجه ان احنا نقدر ندخل الاكسجين النشط ازاي للجسم ندخله في الدم ففي طريقه مثلا بتتعمل بره عن طريق الدم من الاكسجين النشط بيتاخد عن طريق الدم بيتسحب جزء من الكميه من الدم في بوتل معينه ويتحط الاكسجين فيها يتخلط ويرجع تاني زي بتوع السباق ال ال العجل اللي هو ابطال العجل اللي كانوا بيستخدموا الطريقه دي هم بيعملوا كده اه هم بيستخدموا الطريقه دي انت عارف سباقات العجل الفرنسيه بالذات في فيلم انا شفته على القصه دي فيلم وثائقي وفيلم سينما اتعملوا الاثنين لفريق اللي خد السباق ده ثلاث اربع مرات ورا بعض كانوا بيستخدموا التقنيات دي بالظبط كده بيتسحب حوالي 150 سم دم او 100 سم يتحط عليهم اكسجين نشط او اوزون يتعمل له ميكسنج ويرجع تاني م. منه واليه ما بيمرش في اجهزه ولا حاجه. م. الطريقه الثانيه بيكون عن طريق قولون لان القولون مليان خملات مليان شعارات دمويه كتير قوي م. فبتخش تيوب صغيره جدا جدا بيتحقن الغاز يمتص من الخملات ديت ويبدا يروح للكبد للدوره البابيه فيروح برده الكل للدم لل كله مم. في طرق تانية بقى اللي هو الحقن الموضعي في اماكن معينه زي مثلا حالات القدم السكري يعني مثلا حاله القدم السكري احنا بنعملها اكتر من حاجه بنبقى محتاجين ندخل الاوزون عن طريق الدم نعمل باك تبقى فيه كيس كده من التفلون او من السيليكون بنحطه على الجرح نفسه ونعمل انفليشن للاوزون نخلي الاوزون حواليه فيقتل البكتيريا اللي موجوده ويتشرب للجلد نفسه فيوصل للخلايا اللي موجوده حقن موضعي سن انسولين صغير قوي في الاماكن دي وفي حاجه اسمها كريم اوزون. م. كريم اوزون ده طبعا في المانيا اول ناس عملوه يعني زيت زيتون بيمرروا فيه الاوزون لفترات طويله قوي حوالي ثلاث اسابيع او شهر فيتحمل يتحول لبيست لكريم ويحتفظ بالاوزون لمده سنه كامله. م. ده في الحروق والبصور والجروح بيجيب نتائج كويسه. فدي مثلا طرق من ضمن الطرق. في حاجه اسمها ساونا اوزون. ساونا اوزون ان هي ساونا كابينة عادية خالص م. تخش فيها بس الراس بتبقى موجودة بره لان الاوزون او الاكسجين الطبي ممنوع ان احنا ناخده انهيليشن لانه بيعمل ديستراكشن للابيثيليال سيل بتاعت الريسبيراتوري تراكت الخلايا ما يستنشقوش لانه بيدمر النسيج المبطل للجهاز التنفسي للجهاز التنفس. آه. فبيخش جوه الساونا فبيبقى راسه بره وبيعمل جسمه كله يتعرض لساونا عادية خالص بخار ميه ومعاه اوزون بيبقى بالظبط كده اللي بيحصل يعني واللي دايما كنت بسمعها من السيدات بعد الجلسه جلدنا بقى عامل زي القطيفة لان هو بيتشرب طبعا للجلد ويوسع بي الشرايين نفسها بيعمل فازو او توسيع للشرايين فبينزل ضغط الدم في الحالات دي بيعمل باسط للعضلات نفسها فالناس اللي بيبقى عندهم لور باك بين او العضلات متيبسه بتبدا تنبسط تاني فبيساعد فبي قوي في علاج الالام عموما والام العضلات كمان بالذات بيبقى فيها كويس قوي الجلسة نفسها بيزود كمان الحرق بتاع الجسم لان هم بيوسع الشرايين اللي موجودة دي ويتوغل للداخل فبيبقى بالظبط اكنه يعني كان حد بيقول لي لما باخد الجلسة بحس ان انا بعدها اكني لفيت التراك مثلا مرة ولا حاجة <تصفيق> <تصفيق> فدي كل دي طرق كتيرة قوي للاعطاء في حاجة مثلا تانية اسمها الحقن بس الحقن في المفصل بس ده مش بنعمله هنا يعني في نيدل معينه بتيجي كده من المانيا نعمل حقن جوه الانتر ارتكولر جوه المفصل نفسه لان حالات الخشونه مثلا اللي موجوده بس ده مش موجود دلوقتي لان النيدل دي مش موجوده فمش مش بنعمل الحقن ده في حاجه اسمها زي تيوب كده بتيجي للناس اللي عندهم مثلا قرح سريريه قرحه سريريه بتيجي كبس كده معينه بتتحط على المكان ده نفسه يتعمل برده انفليشن للاوزون ان الاوزون يتم تمريره في المنطقه ديت فبيبدا يعمل هيلنج للجرح ده وبيقتل البكتيريا اللي موجوده مم. فدي اكتر الطرق المستخدمه للاوزون دي دي الاشياء الطبيه او الاستخدامات الطبيه ولا في استخدامات طبيه اخرى لا في استخدامات طبيه بقى ثانيه ثانيه مثلا ان في مثلا حاجه اسمها ميه اوزون في المانيا مثلا في مره وانا كنت موجود في مؤتمر من محلات العصير هناك بيعملوا عصير بالاوزون، يعني م. انت ممكن تروح تاخد عصير عادي او تاخد عصير محطوط عليه اوزون، فبيبقى م. عصير بالاوزون موجود، فالمية الاوزون دي بنمرر الاوزون في ميه والمريض بيشربها لحالات الالتهابات، لحالات الناس اللي بتبقى عندها التهابات في المريء او التهابات في المعده، بيعمل هيلينج بيساعد قوي في الموضوع ده، فدي برضو من ضمن الطرق ال ال كمان الميه ان احنا نعمل ميه اوزون كمان. يعني معنى كده ان مثلا المدخنين مرضى السكر اللي عندهم تصلب شرايين مرض الضغط المستمر لفترات طويله الكومباينيشن ان هو واحد مريض ضغط مع سكر مع مدخن مع وزن يراعي الاوعيه الدمويه بتاعته بجلسات ريجولر للوزن؟ اه يعني احنا مثلا دايما مرضى يعني اكثر اكثر المرضى كبروفلكتيف يعني اه اكثر المرضى اللي كانوا موجودين دايما بيجي مرضى السكر مرضى السكر مشكلتهم ان البنكرياس ما بينكونش ما بيطلعش انسولين كافي طبعا فبنبدا نديله احنا جرعات من بره ادويه او انسولين وفي نفس الوقت كمان بيحصل تصلب الشرايين لان الكوليسترول السيء ال LDL قليل الكثافه بيترسب جوه الشرايين والاورده يضيقها فالدم ما بيوصلش فبيجي المريض دايما بيشتكي من تنميل وشكشكه وحرقان واللي بيحصل عنده ضعف في النظر لان الدم ما بيوصلش للعصب البصري والشبكيه، مم. ضعف في الذاكره يجي يقول انا بقيت تنسى لانه برده في تصلب شرايين فالدم ما بيوصلش. مم. لما بندي اللي بقى لما بندي الاوزون او الاكسجين النشط هو بينشط الخلايا نفسها بيشتغل على مستوى السيتوبلازم بتاع كل خليه، الغشاء المحيط لكل خليه، ينشطها يعني يزود كفاءتها، فيخليها تشتغل بكفاءه اعلى، مم. فمثلا في بعض الاوقات البنكرياس اللي كان شغال 40% ده لما ندي اوزون او اكسجين نشط نلاقيه بعد كده المريض بيحصل الاتي سكره بينزل. فبرجعه لدكتور السكر بتاعه فيبدا الدكتور يقلله الجرعات اللي هو بياخدها ودي حاجه مهمه قوي انا بحب اقولها دايما ان احنا لازم نبقى تيم كلنا مع بعض يعني ما ينفعش يعني انا لازم يكون حد مشخص المرض كويس اه طبعا فلازم دكتور وعمل كويس وعامل assessment عامل ايفالويشن بالظبط عارف الحاله ايه بالظبط بالظبط يعني لان الطب الطب اللي احنا اتعلمناه طول عمرنا هو ده الطب اللي احنا اتعلمناه آه. ولكن الاوزون بيفيد لان احنا الاوزون هو طب تكميلي وليس طب بديل فمثلا دكتور السكر بيكون متابع الحاله بتاعته ومش طب بديل يعني ما ينفعش اوقف دواء وامشي أو لا طبعا ما ينفعش لا, لا لازم يكون باينيشن لازم تكاملي بالظبط فعشان كده من المريض لما بيتحسن برجعه لدكتور السكر بتاعه يقول له لا قلل الادويه لان انت سكرك بدا ينزل مثلا لان البنكرياس بدا ينشط شويه فبدا يطلع انسولين فانت بتقلل نفس الحكايه لما بيوسع الشرايين ويقلل لزوجه الدم فالدم بيوصل للرجل فبيبدا يجي يقول الشكشكه والتنميل والحرقان اللي موجود بدا يروح م. انا نظري بدا يتحسن انا بدات الذاكره عندي تتحسن نومي بالليل بدا يتحسن المود بتاعي بدا يتحسن م. حالات مثلا زي قدم السكري قادم سكري نفس الفكره انت التصلب الشرايين اللي موجود بيخلي الدم ما بيوصلش والبكتيريا بتنشط المريض وهو ماشي ما بيحسش برجله فيبدا يتعور جرح صغير قوي يلتهب يبدا الدكتور بيجي طبعا الجراح مش فيش قدامه غير ان هو ينظف المكان فيبدا يشيل الاجزاء الميته بتوصل بقى ساعات للبتر لما ادينا جلسات وعندي فعلا حالات كده كان المفروض بتر فوق الركبه مثلا. لما ادينا جلسات لا احنا سيف لمب دلوقتي، المريض دلوقتي ماشي على رجله لان انا وسعت الشريان خلي كميه الدم توصل اكتر، قتلت البكتيريا اللي موجوده، عملنا بدا يحصل التئام للجرح اللي موجود ده اسرع من الاول فبدات الجرح يلتئم مره تانية فبدا يتحسن قوي. في كمان الاوزون او الاكسجين النشط مهم قوي في علاج الامراض المناعيه يعني انا عندي حالات مثلا زي الروماتويد الصدفيه الزئبه الحمراء الام اس تصلب المتعدد حساسيه الصدر وحساسيه الجيوب الانفيه البهاء قولون التقرحي معظم الامراض المناعيه لما بندي بدل ما ندي الكورتيزون والكيماوي والاثار الجانبيه لهم كثيره الاكسجين النشط او الاوزون هو اميرو موديليتر. يعني هو بيظبط جهاز المناعه يثبطه ويظبطه فيبدا يشوف الجسم على انه طبيعي مره تانية فما يهاجمش الجسم تاني والالتهاب اللي موجود هو بيضيعه يشتغل على الجهاز الهضمي مثلا احنا في وحده بحثيه في الجامعه عندنا في, في الازهر وحده ابحاث الاوزون الاوزون قادر على انتي ايجينج هو مضاد للشيخوخه عشان كده الملكه الام مثلا كانت بتاخد اوزون لحد ما ماتت كانت بتاخد جلستين في بوستر من مئة وستة سنة مئة وستة سنة فكان البوستر الرئيسي في مؤتمر مؤتمرات في ألمانيا صورتها ومكتوب ان هي بتاخد جلستين في الاسبوع انتي ايجنت مضاد anti -aging. مضاد الشيخوخه مضاد شيخوخة الشيخوخ. الخلايا آه. نفسها احنا في جامعه الازهر في طب الازهر في وحده 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 ابحاث الاوزون آه الدكتور أبحاث احمد تيمور أحمد اه ما وحده الله. ابحاث الاوزون موجوده أصلاً. احمد تيمور ده كان من الاستاذ الله يرحمه ويحسن اليه انا شرفت ان انا رحت مين روح دي. مين ديت. اللي ما, ما, منها اه طبعا تيمور. طبعا ده كان شاعر <applause> رائع شاعر انا انا الدكتور احمد كان بيجي ياخد جلسات آه. انا فاكر كلمه ليه لما كان بيجي ياخد الساونه وياخد الجلسه يقول لي ولا نادر وانا ماشي السواقه في مصر اسوأ حاجه وانا ماشي لما حد يكسر عليا ببقى في مود مختلف فابص له وابتسم ما عنديش اصلا ان انا اتضايق او أعبر فهو كان شاعر فعلا كان سكر كان طبعاً, طبعا الله يرحمه ياسر كان كان كا شخصيه عظيمه عظيم جدا, جداً آه فدي من ضمن الحاجات انا شرفت ان انا في الجامعه عندنا رحت اديت محاضره كانت للقسم الجرياتريك ابحاث الشيخوخه, أو أو الشيخوخة. أبحث الشيخوخة. فديت اه ابحاث الشيخوخه فاديت محاضره وكنت رايح متخوف بصراحه وانا بدي المحاضره انا بديها لاساتذه كبار هناك طبعا بعد ما خلصت المحاضره فلقيت الكل بيسقف وحد منهم بيقول لي بص احنا عارفين عن الاوزون او الاكسجين النشط من سنه 2000 مم. بس ما كناش نعرف التفاصيل دي وما كناش شفنا حالات انت جايب حالات قبل وبعد فاحنا موجودين قال الثلاثه من النواب اللي موجودين نبدا نعمل رسائل ماجستير عن الموضوع م. فحد كان هيعمل رساله ماجستير عن الروماتويد وحد م. على الاوستو ارثرايتس خشونه الركبه وحد على الكوليسترول وامراض القلب آه. فكنا بادئين ان شاء الله باذن الله في البروتوكولات والحاجات ديت ان احنا نبدا نعمل حلو التعاون ده بين كمان برانشات الطب المختلفه طبعا. لان احنا عايزين في الاخر ان احنا نحسن الـ الـ نعمل كل الفاكتور او العوامل كلها تكون متضافره لتصحيح الحاله المرضيه. بالظبط وفي مصلحه المريض يعني م. احنا كلنا نبقى عشان كده انا بحب دايما كلمه التيم ورك ان احنا كدكاتره كاطباء في حد بيشخص الحاله كويس قوي لان م. انا دكتور قلب انا مش آه. مش دكتور روماتولوجي ولا سكر آه. يبقى حد مشخص الحاله كويس قوي وبعتها هو بدا طبعا بالطب العادي بتاعنا الادويه بتاعتنا لما وقفنا عند منطقه معينه الاكسجين او, أو بيخشي يعني بيخش يساعد في الموضوع ده آه وبنكمل بعض بقى في الموضوع ده يعني انا دلوقتي انت الحكم انا خلاص انا دلوقتي اتحسن الموضوع فحضرتك اللي هتقلل الادويه اللي موجوده حضرتك اللي هتزود او تقلل هذا ليس اسلوب علاجي بديل ده اسلوب علاجي تكميلي لان طبعاً في حالات تحتاج الى دعامات بشكل تاكيدي في حالات تحتاج الى تغيير شرايين باي باس خلاص الحاله اوكلويد تماما الباي باس هو الـ الـ احنا بنتكلم على اه اما بروفلاكتيك او اجوفن ثيرابي علاج تكميلي للحاله بالظبط كده بالظبط طب انا عايز اسالك سؤال مهم بقى هل لهذه الاساليب العلاجيه اثار جانبيه او مضاعفات وخصوصا وخصوصا ان بعض غير الاطباء بيتصدى للاساليب العلاجيه دي للاسف الشديد ده بقى هي دي المشكله مم. ان الاكسجين النشط لانه اكسجين فمالوش اي اثار جانبيه خالص، يعني صفر اثار جانبيه. <applause> يعني انا وانا في في السعوديه مثلا كانت بتنزلي مقاله في جريده المدينه كل شهر. <applause> فبيسالني في مره من المرات المذيع بيقول لي هو انت اديت كام جلسه يعني؟ فقلت له بص ما حسبتهاش يعني بس ايام في 99 كانت بتجيلنا حالات كتيره ولكن ولا حاله منها حصل لها اي مضاعفات او سايد افكت خالص، ما فيش اي سايد افكت. بس التعامل بقى ان بدا يظهر ناس مش اطباء ومش فاهمين وعايزين يدوا بس اكسجين او اوزون الاجهزه نفسها كمان يعني الجهاز الطبي نفسه اللي موجود لازم يكون جهاز معمول له معايره كويس قوي جهاز احنا عارفين مصدره منين يعني م. المصدر بتاعه يعني مثلا اول ما اشتغلنا على الاجهزه دي في 99 كانت الالماني والكندي بس آه. اللي موجود آه. حاليا دلوقتي في صيني في كوبي, كوبي. في بقى, بقى مصري دلوقتي يعني انا كوبي ده اللي جاي من كوبا يعني من كوبا كوبا بتعمل حاجات زي كده اه اه ده آه. في دكتور آه زياد فهمي هو في كوبا شغال بس على الأفسنامولوجي أمراض أمراض الاذون ما بيشتغلش غير بالأوزون وأمراض العيون مم. كل أمراض العيون روتاناسس بيجمنتوزا أمراض الشبكية يعني كل, أمراض كل الحاجات دي طالما أوزون يبقى أوعية دموية فأكيد هيهتم بشبكية فهو هو شغال بس على الجزء ده يعني هو الوحيد اللي شغال في كوبا بالأعلى ده مم. فالأجهزة نفسها لازم تكون الأجهزة دي متعاملة معايرة كويس معروف الكونسنتريشن اللي طالع بتاع التركيز ده مم. هو تركيز إيه مم. وصح ولا مش صح ومعمول معايرة صح ولا لا دي نقطتي دايما اللي بتكلم فيها يعني أنا الأول مثلا أنا كنت بروح كل المحافظات كنت بلف كل المحافظات اللي موجوده حاليا انا مش موجود في اي حته خالص غير في اسكندريه وفي التجمع فقط بس فهم دول المنطق يعني العيادتين او المكانين اللي موجود فيهم اماكن تانية بقى كتيره ما زالت للاسف بتستخدم اسمي ده الدكتور نادر موجود فيها وانا لا انا مش موجود معاهم انا مش موجود في اي مكان خالص عشان كده انا سايب حتى رقمي على الفيسبوك لاي حد يتواصل معايا يحب يسال يحب يعرف لان برضو في ناس كتيره ما تعرفش ايه هو الاكسجين النشط او الاوزون فعشان كده سايب الرقم على الفيسبوك م مهم جدا ان احنا نركز انه لا ينبغي إن تصدي لاي اسلوب علاج غير الاطباء ليه الطبيب هو اللي بيعمل ايفالويشن للحاله هو عارف قيمه الحاله ووضعيتها ايه بس هتستفيد في استفاده اكبر من كومباينيشن معين هندخل في اسلوب علاجي اخر هو ده هتحتاج جراحه ما هو في حاله الدكتور هو اللي يقدر يقرر حتى لو مش جراح الحاله تحتاج جراحه بالظبط واضح ان الحاله بس محتاجه جراحه ف... غير الطبيب بقى للاسف الشديد بيستخدم الموضوع كانه سحر ده. انا بعالج كل حاجه في الدنيا الاوزون بيعالج كل لا طبعا ده كلام غلط آه. احنا في حاجات لا طبعا الطب التقليدي بتاعنا اللي احنا اتعلمناه هو ده واحنا بنكمل معاه فالناس اللي... الناس اللي ما بتبقاش فاهمه او ما عندهاش خبره في الموضوع اللي بتقول لا احنا بنعالج كل حاجه احنا سحر لا ده طبعا كلام غير صحيح بالمره يعني عشان كده أسألك السؤالين الجايين إحنا عندنا سؤالين كده رمزيين يعني مين اللي تديله كارت أصفر إنذار في هذا العالم ومين اللي تديله كارت أحمر طرد من هذا العالم؟ الإنذار ام أكيد الاثنين أجرموا بس درجات مين الكارت الأصفر؟ الكارت الأصفر اللي مش فاهم أو اللي مش دارس كويس أوي وبدأ يفتي أو يقول وأنا ما بحبش كده يعني ما بحبش من قال لا أعلم فقد أفتى فده هديله كارت أصفر أصفر طب الأحمر الكارت الأحمر اللي بيستخدم هو عارف إنه مش عارف ومش فاهم وبيبدأ يتحايل على الناس عشان مكسب مادي أو حاجة زي كده. ده أنا بصراحة ببقى متضايق منه جداً جداً يعني خصوصاً خصوصاً في حاجة زينا يعني شغل الطب وإحنا بنستخدم مع هيومان بين مع بشر. فالغلطة لا طبعاً الغلطة بفورة زي ما بنقول. ده طبعاً لا ده أديله كارت أحمر طبعاً اللي هو اللي يتحايل على الناس عشان حاجة مادية أو عشان ياخد أي اي مكسب مادي يعني. هل ت... هيبقى في تتابع تت... يعني احنا عايزين ن... نشوف الجهد الموجود في وحدات الابحاث المتخصصه بالاكسجين النشط في الجامعات المصريه، زي وحده ابحاث الاوزون في كليه الطب جامعه الازهر. أوه. عايزين نشوف اللي بيحصل فيهم، هل ده متاح ان احنا نتابعهم؟ ان شاء الله باذن الله، يعني في رسائل دكتوراه وماجستير كتيره اتعملت قبل كده، يعني في رساله دكتوراه كانت اتعملت على الانجينيوجينيسيس، الدكتوره شاديه بركات كانت عملتها في, في... جامعة عين شمس <applause> الكلام ده بقاله فترة طويلة وكانت <applause> جايبة نتائج هايلة لأن كانوا استخدموا أكتر من سبع حاجات الأوزون كان هو الطب فيها فهو بيعمل أنجيوجينيسيس يعني بيعمل كابيلرز جديدة تكوين, تكوين, تكوين أوعية دموية جديدة, جديدة. فكانت بتساعد قوي بقى في الناس اللي عندهم قدم سكري الناس اللي عندهم الشرايين مقفولة حتى في الأمراض القلب والشرايين كمان كانت بتفيد قوي كويس <applause> في رسائل دكتوراه وماجستير كتير اتعملت من ضمنها مثلا لسه رسالة ماجستير كانت معمولة عن الأسنان والأوزون دي في الصعيد لسه متناقشة من شهر او كده فدي كان من ضمن الحاجات برضو كويسه قوي لان هي الدكتوره اللي عملت الرساله يعني قالت الاوجمنتيشن بتاعه الحشوه نفسها بقت اقوى وبقت مقاومه للسوس اكتر في نفس الوقت ان السوس عباره عن بكتيريا مم. فالاكسجين النشط او الاوزون هو بيقتل البكتيريا فبيقتل كمان السوسه اللي موجوده دي مم. ففي دلوقتي وده ما اتمناه ان احنا نتوسع اكتر كمان في الابحاث وان احنا نعمل رسالة الدكتوراه والماجستير اكتر باذن الله ان شاء الله قريب يعني انت نورتني واسعدتني بهذا الحوار الراقي جدا ربنا يبارك فيك و... انا سعيد جدا سعيد ان انا بشوفك من 30 سنه يعني احنا ما شفناش مش بعض من 30 سنه بالظبط <applause> من 30 سنه <applause> من 95 اه بالظبط من 95 96 كده احنا داخلين اهو 2025 يعني بالظبط فات بسرعه 30 سنه سبحان عد الله عدوا بسرعه عدوا بسرعه من ماتش كوره كبرنا شكورة. بقى وعجزنا <تصفيق> <تصفيق> يعني ماتش كوره انا فاكر كويس جدا ومن ساعتها من ساعتها ب... <applause> ما شفناش بعض تاني سعيد جدا طبعا أن اكون معاكم انا سعيد أكتر وان والله. شاء الله باذن الله اكون برضو معاك ان شاء الله تنور طبعا على طول دائما ومبسوط أكون لك دعوتنا وبالحوار العلمي الراقي جدا المتنوع مع واحد من الاسماء القديره البارزه في هذا العالم الاستاذ الدكتور نادر المصري استشاري العلاج بالأكسجين النشط وعضو الاتحاد العالمي للاتحاد الألماني للأذن وعضو الجمعية المصرية للعلاج بالأذون وزي ما أنا قلت في أول حواري أنا لا أعلم شيء عن هذا التقنية بالتفصيل فأنا بتعلم زيكم بفهم وبقدر جدا البحث العلمي في هذا المجال وبقدر جدا الأشيف من الإنجازات اللي بتقدر فيه ولازم أفهمه بشكل تفصيلي أكتر وأدي للمشاهدين تفاصيل ما يحدث في هذا العالم وانا دعوه طبعا للمتابعه لكل مراكز الابحاث الموجوده في الجامعات المصريه المتخصصه في هذا العالم واكيد بشكر واكيد بقدر جدا مركز الابحاث في كليه طب جامعه الازهر لانه اكيد انا احنا بن بن يعني بنحب قوي البحث العلمي في هذا المجال وخصوصا لما يكون بحث علمي راقي وموجود من هيئه طبيه لانه الهيئه الطبيه القادره على تحديد الرص والثمين من الاشياء وتوحيد وت... الراي العلمي بعد تجربته وتبيين الخط الفاصل ما بين الاسود والابيض في عالم مهم جدا لا ينبغي الخلط فيه ابدا بين النافع للمريض او بين غير النافع او غير المفيد والانتقال الى مرحله اخرى في العلاج. نورتنا وسعدت جدا بهذه الزياره. انا اسعد سعيد جدا دايما مع الدكتور.